من أعالي الأوراس الأشم تبصرها، ومن قلبها تروي لك أساطير الحضارات المتعاقبة، زاخرة بجميل ثقافتها، بأنفة رجالها وشموخ جبالها، بكل حب تفتح لك أبوابها لتستوطن قلبك بأصالتها. فأهلا بك في عروس الأوراس باتنا. إن أنت مررت بقلب الأوراس فحتما يتناهى إلى سمعك همس عذب. تمهل، عندي لك رواية خطها التاريخ، فهل تنصت لي؟ استوطنني الرومان لما وجدوا في أرض من طيب، وشيدوا من ثرايا أعرق مدينة، مدينة ظلت شاهدا من شواهد حضارتي لآلاف السنين لم تندثر، مدينة تيمغاد. لن تشعر أبدا بالغربة وأنت تجوب شوارع باتنا، فقد كانت وما زالت رمزا للأصالة والتراث والفن، للجود والكرم، صفات يتوارثها أبناؤها أبا عن جد، تماما كما ورثوا البساطة والارتباط بالأرض. هذه الأرض التي تزخر بكل ما هو طيب وتجود على أهلها وزوارها بالخيرات، الأرض التي أنجبت رجالا كتبوا التاريخ ودو فيها صوت الحق ليشرق فوق سمائها، تاريخ يضرب بجذوره إلى أعماق الأرض، تراه فخرا في عيون سكان باتنا وفرحة أطفالها، فكل ركن فيها له ألف قصة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عمر كبور، المدير الولائي للثقافة لولاية باتنا. فيما يتعلق بالتراث المادي ولا مادي لولاية باتنا، فإن الولاية تزخر بتراث غني جدا يمتد على جميع الحقبات، بداية من الفترة ما قبل التاريخية والتي تظهر هنا في ولاية باتنا خاصة بمنطقة نقاوس، ثم الفترات القديمة والمنتشرة يعني غالبا على كل رقعة جغرافية لولاية باتنا، بداية من سريانة التي أعطتنا دلائل وبقايا أثرية تعود إلى الفترات ما قبل الرومانية، الفترة الليبية والفترة النوميدية، ثم ندخل الفترة الرومانية التي تظهر بقوة خاصة فيما يتعلق بموقع تيمغاد المصنف تراث عالمي، موقع كذلك تازولت التي كانت عاصمة لمقاطعة نوميديا العسكرية، يظهر كذلك معلم إمدغاسن والذي يعود إلى أكثر من 3000 سنة قبل الميلاد، إذن هو يعني يعود إلى الفترات ما قبل الرومانية. الدشور القادمة على غرار دشرة مدوكال أو منعة أو ثاغوست أو بوزينة، في هذه المناطق هناك بعض يعني الدلائل تشير بأن هذه التجمعات السكنية قديمة ترجع إلى الفترات الوسيطة، وكل هذه المعالم إضافة إلى غوفي كذلك اللي يعود ربما كذلك إلى الفترات الوسيطة. الأبحاث الأثرية في هذا الميدان يعني راهي جارية هنا في باتنا خاصة على مستوى موقع تازولت اللي فيه يعني أبحاث تجرى سنويا ما بين المركز الأبحاث الأثرية الجزائري. غير بعيد عن تيمغاد، ابسط بصرك على المدينة الجميلة الزانة البيضاء التي أنشأها الرومان كمعسكر يحتمي فيه معطوبوهم ونساؤهم وشيوخهم أوقات الحرب، ليشعلها الجزائريون في الأمس القريب بلهيب الثورة وتكون مسرحا لمعارك طاحنة أطاح فيها جيش التحرير الوطني بأعتى القوى العسكرية آنذاك. وقوس النصر بالزانة البيضاء ظل شاهدا على انتصارات أبناء الأرض الطيبة، شامخا شموخ بطولاتهم. فيما يتعلق بالتراث الغير المادي غني جدا،
خاصة المنطقة الأولى سنة يعني غنية جدا، وهناك يعني تراث شفهي، هناك صناعات كصناعة الحلي كصناعة الزرابي، لكن لابد أن نوصلوا إلى 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 إنجاز يعني شبه خارطة لكل ما هو له علاقة بالتراث الغير المادي، وتقديمه في شكل طبعا يعني جميل وفي شكل يعني مشوق للجمهور، لكي كذلك يكون رافد من روافد السياحة والاقتصاد في بلادنا. بكل حب وعطاء استقبلتنا هذه النسوة، وكنا فرحات لمشاركتنا وإياهن سويعات من يومهن عنوانها الأصالة والتراث، فقد تمسكت هؤلاء النساء بجذورهن ليثبتن أن الزمن وإن تغيرت معطياته فإن المرأة الباطنية ستظل دوما جوهرة خالصة تسقلها الأيام والشدائد دون أن تغير من معدنها الأصيل شيئا، لتجود أناملها بأجمل وأجود الصناعات التقليدية وتتغنى ألحانها بأعذب الأشعار، فتكون بذلك رمزا للحفاظ على ثقافة باتنا الغنية. ومعكم هدى المصارى من ولاية باتنا، منطقة هذه قرية مولية، ورشة الوفاق للصناعات التقليدية تم التنسيق مع غرفة الصناعات التقليدية والحرفة لولاية باتنا. بالنسبة لهذه الورشة تضم صناعة الفخار والنسيج والحرفة، حرفة الحلفة يهتم بها أهل المنطقة، هم مشرفين على هذه الصناعة، كل واحد والعمل تاعو، عندهم للفخار وعندهم لراهم النسيج، كل واحدة كفارة يتخدم بالنسيج تاعها. مروانة، أرض خصب وماء لا ينضب وسكن للقلب، طبيعة عذراء تزخر بالعطاء، تكافئ الأيدي التي تخدمها بكل سخاء. سماها العرب مروانة فقد روت عطشهم للخير والجمال، واليوم تروي عطش كل من يمر بها بكرم أرضها وجود أهلها وسحر مناظرها. هنا غوفي باسمها الأمازيغي أفلوس الذي يعني الفج العميق، منطقة أثرية اختارتها اليونسكو لتكون تراثا عالميا محميا. بناها الأمازيغ على طابع شرفات تطل على وادي إغزر أملال، أين ترسم أشجار النخيل والتين والرمان والزيتون أجمل لوحة طبيعية، فتصبح بذلك أفلوس أجمل فج عميق. مهيما ناويين عينيد هرجايسي هرجايين مزغت خمام ما يتشايمين وغروب هني غين في رحلتك إلى باتنا لا تنسى أن تعرج على الزوايا القرآنية بها، هناك تجد لروحك غذاء لا تجوع بعده، فإن لم تملأك العمارة الإسلامية هدوءا بنقوشها وألوانها وقببها، وإن لم يرحك منظر وجوه الأطفال البريئة والمشرقة بالسعادة وهم يحملون ألواحهم متجهين نحو هذه الزوايا، فلا بد ومن الأكيد أن الطمأنينة والسكينة ستلف قلبك وروحك مع أول كلمة تتلى من القرآن الكريم، لتشعر فقط أن رحلتك اكتملت وأنك بالفعل جزء من باتنا. Thank you.
تودعك بتنا بكل طيب كما استقبلتك، وتستوطنها أنت كما استوطنتك، وبين صفحاتك تدونها كما دونتك، لتكتب في كتاب رحلتك: استكانت روحي وطبت مقاما في بتنا. هذا ستان هزمة، هذا ستان هزمة.